ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده هنعمل معاكم روتين اليومي بعد ما جينا في المصيف. خليكم معايا. ايه ده جالي تليفون. استنى يا احمد. ايوه يا توت، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. اجي لك؟ عايزه تيجي؟ خلاص ماشي اجيني. خليك احمد ده واحده بقى. بص يا احمد، توت اتصلت عليا. بص انا هفهمك على حاجه. توت اتصلت عليا دلوقتي، ماشي؟ احنا كنا هنصور روتين اهو. توتا اتصلت عليا وقالت لي تعالي خديني، فانا هدخل احضر شنطتي وهلبس واخش لك في بكره وهروح اجيب توتا، ماشي؟ بس هبايت. لا عادي معاكي. لا مش هتيجي تقعد مع دنيا السجاده لوحدها؟ لا خليك قاعد. هتروح عند توتا؟ لا خليك قاعد مع اختك، ماشي؟ لا انا رايح. لا ايوه رايح فين يا حاج؟ خليك قاعد بقى، ماشي يا سلم؟ لا انا داخله بقى اعمل انت بشنطتي. ما تجيش ورايا. لا ما تجيش ورايا. لا لا ايه؟ لا بس هجيب توتا وهجيلك على طول. لا ايه يا ريت تقعدين انا وانت وبابا كمان شويه هتلاقيه جاي. خليك بقى معايا. يلا انا داخله اهو ابدا بشنطته وجاي. ده واحد. بس يا احمد ماشي. يلا اروح عند تمت سحر هنجيب توتا وهنرجع على طول. بس هبات يومين اتنين. لا والله هبات يومين. لا طب يوم واحد بس. لا ولا يعني هتقعدي نص يوم؟ لا يعني انا بس هبات النهارده وهبات بكره وهاجي بعد. لا خليك. ما هجيب توتا. مش انت عايز توتا؟ لا هروح. امسكي يا دادا. لا هروح. تعالى تعالى تعالى. يلا دخلت احضر شنطتي يا ابني. ايه؟ استني. لا مش هتخش. مش هخش. ده هو باينه قاعده. ما نشوف هي كده هتروح. كده هروح. مش هقدر. هيروح. هتروح ايه؟ لا بس هقول لك على حاجه. بس مش هقول لك دلوقتي. اقعد هنا استناني. انا جاي. دي اول واحده بس. يا واحده بس. اقعد هنا بس. اقعد جنبي جنبي. انا دي واحده. اوعي. دي اول واحده بس. اوعي. افضل قاعدين انا وانت. بص هقولك على حاجه. ايه؟ طب سيب الشنطه بس. طب سيبني. هقولك على حاجه والله العظيم. تعالي بس هقولك على حاجه. هجيب شنطتي. انا نسيت اجيب شنطتي كمان. هجيب شنطتي. بس هقعد يوم واحد فرق. يوم. طب استنى. اوعي. ايه؟ عايز تقول ايه؟ انا مش خليتي تقول. طب تعالى اتفق معاك على حاجه. لا طب اقول لك على حاجه. لا والله العظيم هقول لك على حاجه. لا كده يا احمد. لا هقول لك على حاجه. طب خلي الشنطه بقى. هقول لك على حاجه. لا هقول لك على حاجه. قولي لي وانا هي. طب خد الشنطه معايا. هقول لك في وشك عشان الدنيا تسمعني. تعالى بس. يلا حلو. تعالى بقى نسلم عليك.
خدي الشنطه بتاعتي تاني. ماشي يلا باي باي. تعالي سلم عليا. لا طب خد 50 جنيه تعالي. خد ده بيقولك استني قبل ما تمشي بيعدوهم قبل ما تمشي يعني. يلا انا عاوز ايه اهو بصي 10 50 بصي و20 جنيه جديده اهو بصي جداد يا عم بس انا عاوز اجي معاكي. ما ينفعش عشان انا رايحه مواصلات احنا مش رايحين بعربيتنا رايحه مواصلات. انا راضي معاكي ساعات راضي معاكي. يلا بقى بصي يا ماما بصي كبيره خلي بالك من اختك ده انا هتقعد معاك وهتطلع تشتري لك وقبل بابا ما يجي من الشغل ماشي. طب اقول لك على حاجه وتزعق ده هات بوسه بقى قبل ما امشي احمد. نعم تعالى حبيبي هاتي بوسه بقى بوسه وحضن كبير يا روحي يلا ما تعيطش ماشي. انت زعلان مبسوط بال 50 جنيه؟ لا مبسوط بال ايه؟ تعالى اقول لك مبسوط ب 50. طب تعالى اقول لك على حاجه ده بيعد في الفلوس. لا دخل 50 جنيه وعادي. 50 جنيه تعالى مبسوط بال 50 جنيه؟ عايز ايه؟ عاوز اروح معاك. ما قلت لك ما ينفعش اروح المواصلات مش راح يا ماما مش عارفه اجي معاك. ما ينفعش خلاص انا هبات يومين اثنين. انا راضي معاكي. مش هينفع. ماشي. يلا بقى طب هات حضن ماما. يلا مع السلامه بقى خلي بالك من نفسك ماشي؟ باي بعد 50 جنيه. مع السلامة يا احمد. لا لا كده لا لا ايه يلا باي بقى مع السلامة. انا هقول لك 50 جنيه لا انا ماشية اوعي اوعي بعد اذنك يا احمد بقى مش عايز انا ماشية خلاص يا احمد تعالى اوعي انت كده تعطلني يلا عشان الحق بقى انا ماشيه عشان الحق يلا حبيبي لا يلا بقى باي باي. لا مع السلامه بقى كان هتخلي بالها منك. لا يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ هو بابا اصلا مريضه؟ ما انا اتصلت عليه وقلت له قال لي مش هو زمانه جاي من الشغل دلوقتي حضروا له الاكل انا عامله له الاكل جوه ده انا هتسخن الاكل وتعمل الاكل ماشي؟ معاك 50 جنيه يا عم، انت بعتني ب 50 جنيه. لا انا عاوزك انت مش عاوزه 50 جنيه. خدي ال 50 جنيه بس انا عاوزه. يا روحي انت زعلانه لو سبتك ومشيت؟ هتزعلي؟ لا هاخدها بس انا مش عاوزه. طب هروح واجي تاني يوم، هاجي بكره. لا هاجي بكره. لا مش هقعد يوم، انا هقعد يوم واحد نص. خدي. لا خليها معاك، يلا. خدي انا عاوزك انت. انا عايزه امشي. انا عاوزه وانا عاوزه انتي يا حبيبي انا عايزه هجيب توته وهاجي لك على طول. طب استنى هعمل حاجه. ايه يعني انا ما اعرفش افتحه؟ ما انا هعرف افتحه يا عبد. اوعي يا اوعي يا اخي اوعي انت هتوحشني برضه هاجي لك على طول ماشي. هاجي لك بكره على طول ان شاء الله. هروح النهارده عشان وقت اتاخر هبات واجي بكره. يلا بقى مع السلامه. خلاص يا احمد تعالى. تعالى خلاص 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 يا احمد. ده بيعيط. خلاص والله خلاص ما روحش. اقول لك حاجه يا احمد؟ ايه اقول لك؟ ماما على فين؟ كان قلبك حاسس. بص على فكره احنا صورنا. ايوه انا كان قلبي حاسس. كان قلبك حاسس؟ ايوه انا اصلا عارف عارف وما قدرتش اعيط. انا عارف ان انتوا ما
اه ده كداب ده عيط. انا خلاص انا ماشيه باي. مقل. لا مش مقل. خلاص يا ماما روحي. خلاص روحي روحي. لا خلاص طب تعالي يا ماما. بس عايز نقعد. انا الخمسين جنيه ونقعد معك كمان خمسين ونقعد من مصروفة. مش انت محوش في العيد؟ خلاص اخد فلوس العيد بتاعتك. لا اخد فلوس العيد وخليك قاعد ماشي. وقصدي وهقعد مش هسيخ. زعلان؟ تعالي تعالي تعالى اقول لك. تعالى مش هسافر والله. تعالى خلاص يا تمشي بقى. طب استنى هقول لك. والله مش هسيبك. انا عمري ما هسيبك. عمري ما هسيبك والله العظيم. انت زعلان؟ خلاص مش زعلان. عمري ما هسيبك انت عبيط. عمري ما اروح في حته واسيبك في حياتي. لو عجبكم فيديو النهاردة بقى ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة عشان نوصل لكم اي فيديو جديد نعمله. يلا قولوا يا جماعة اشتركوا في القناة. باي.